هسه راح نشتغل درمابن. اول مره نعقم البشره. نعيكم من مركز سعاده. مع حسيت بالسعاده لو بعدك حسيت بالسعاده من اروح. اما هسه بدك تتجمل لازم تتحمل. الخدود صارت اقول لك قربت مهند. مشاكل الكلف اثار حب الشباب نسوي لهم درمابن. المسامات الواسعه. المسامات الواسعه تصبغات نمش كلف وياها ميكس خاص. هاي خلطه تسوها. نعم. من مدينة الصدر مقابل جامع العباس مركز تجميل السعادة. بالقاعة ما حد يعرفني. لا حسام عرفتك. ذاك اليوم علي قالت لي منو؟ قلت لها مركز السعادة. قلت لها أنا رجلك. حاول على الله. طلع دين طلع شيء. صرت حلو. كل شيء ماكو شيء. لا لا كمل صفحة ثانية. ماكو علم شغلتها حلوة هذا. إيه أحسن من ذاك. هذا ألم أقل من السكرت. السكرت ألم. ما بي ألم هذا نهائياً. يعني. بس فائدة أكثر يعني أكثر من الدم. لا مو السكرت كان يسحب يعني يضرب نيدلات بالوجه ويسحبها. نيدلاته أكثر من نيدلات الدرم هذا. لذلك مو ألم شوي. بس جلسته حلوة. يا ليش راح من الهند وإيران؟ تعالوا نعم مدينة الصدر يا عمي. رجال نساء والكمال لله. أهم شيء يقولون كمال الخلقة. بس اليوم الله جميل يحب الجمال. يعني أنت اليوم مثل ما تروح الحلاق مركز تجميل هم يعتني بالبشرة بسامات الوجه وخاصة يعني أكولد أو بنات يعانون عندهم مشاكل شوية بخشمة بوجه عنده بثور بوجناته عنده نمش عنده حب الشباب عنده بسامير بوجهه عنده حفر بوجهه عنده عاهه مستديمه. ان شاء الله مركز تجميل السعاده يحقق كل رغباته ان شاء الله. اللي يريد يتزوج قبل العرس يجينا باسبوع نطلع غير شكل. عاشت لي دكتورة سوزان. شكرا. أنا لأني بحياتي ما مسوي عمري 52 سنة. شغلتي أعصر يم الحلاق. ماما شو تشوف؟ تغير وجهي؟ 80 98 درجة. الوجهات صفت بعد هذه. مرات. واحد وجهه يصبغ انه من الشمس. احنا دائما لاعبين بناء الاجسام نشمس واكو نساء يصير عندها وحم من اثراء الحمل يصير بوجهها وجهها يصير يعني بيلونين. مركز تجميل سعاده يوحد البشر ان شاء الله. مركز سعاده الله جميل يحب الجمال واحنا رماش وانا نايم اقدر